دفاعية كل الوقت، لأنك على الأقل لازم يجرب الناحية الهجومية أكثر، لازم يجرب يغامر أكثر، يقوي الدفاع بشكل أفضل، لازم يمشي مع لاعبي دفاع ثابتين اللي بيلعبوا بشكل منتظم كل السنة. طالب بن حليم حتى ما كانش يلبس ستاندرت ليج، ما كانش يلبس حتى ما يقعدش هذيك الاحتياط نظر احيان، لذلك لا يعقل على انه انت تستمر تعطي هاي اللعيبه قال على انه انا راح اقدر على انه اللاعب يلعب هو اللي راح يكون في الفريق. مرات حكيها اربع مرات خالص ما في بالضبط ولا لذلك انا بقول لا يعقل على انه المنتخب الفريق هذا المستوى، يعني اترك انه الفريق من ناحيه ممكن ما يخسر 3-0، ولكن على الاقل الاداء على الاقل المستوى ما شفناش ولا اي لاعب حتى فوق في اداء المتوسط حتى في المرمى. صعب جدا تيجي المنتخب بهذا الشكل، وعاد عن ذلك بفكر انه احنا بعدين من المكسيك لما تطلع بالحضر لكاس تنتشر 3 ايام من هنا. في فارق انه المكسيك فريق جاهز فيه 4-5 هجوم محمد احمد بيلعبوا في الدوري في اوروبا، اذا بتقدرش تقلل من قله هاي اللاعبين حتى لو على فكره تخيل احتياط، ولكن على الاقل المنتخب يترجع على الاقل شوي يبلش شوي لمحات كره قدم ولا شوي ما يبقى اداء من ناحيه كره القدم. هذا الشيء ما لمسناش ما شفناش في المنتخب الاسرائيلي، ولذلك انا بقول شيء واحد انه مدرب الجوتمان بفكر حتى الان بعد شوي كل شيء يتغير، ولكن حتى الان بفكر انه المنتخب كبير على جوتمان.